مرحبا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. نبتدي معاكم أخبارنا ونبتديها بخبر لطيف جدا كده من البنك المركزي. بيقول إيه؟ بيقول إنه الأم تقدر هي اللي تعمل وعاء ادخاري أو تفتح حساب مصرفي باسم أبنائها. يعني دلوقتي مش لازم الأب هو اللي يعمل كده، لكن في تعليمات من البنك المركزي لكل البنوك النهاردة الأم تقدر هي اللي تروح تعمل حساب باسم الولاد. يعني إيه المعلومة؟ كنت بتناقش مع إسحاق في الموضوع ده قبل الفاصل. المعلومة يعني اللي أنا عارفاها، مش عارفة طبعا إيه الجديد في الخبر ده أو إيه التفاصيل اللي جدت عليه، إن أنت ممكن تعمل الأم تعمل الحساب ده، هتحطي رقم حتى ولو بسيط هتفتحي بيه حساب، بيبقى على سبيل الهبة لأولادك. طب خصوصا بتكلم على الأولاد القصر اللي هم بقى ما ينفعش هم اللي يفتحوا حسابات لنفسهم، ما لهمش توقيع بنكي، فالأم عايزة تفتح حساب لأولادها، تقدر الأم هي اللي تعمل كده، مش شرط يكون الأب. أعتقد أنه كمان موضوع أنه الولاد قصر، موضوع أنه لما بيبقى بنت بس أو عندها بنات بس ما عندهاش أولاد وبتبقى قلقانة من موضوع الميراث والأحسن، فأنا هعمل لأولادي حساب بأسمائهم، أحط فيهم أي مبلغ عندي ليهم محدش هيشاركهم في الميراث، في امور كده بعد كده بتتسبب في مشاكل. اعتقد القرار ده او التعليمات دي ممكن تامن للام انها تقدر تحافظ على فلوس اولادها بشكل معين. بس حلوه، يعني خطوه حلوه، انا بشوفها كويسه جدا. يمكن لما كنت بتكلم معاكي بتقولي لي ان ممكن لو مثلا لو حتى لو في ميراث بعد كده لا قدر الله الاب مات او حصل اي حاجه، الفلوس دي ما بتدخلش ضمن الحسبة اصلا، ما بتدخلش، وهي كمان بتروح تحط المبلغ ده. حتى الخبر بيقول كده، الرقم المبلغ اللي انت هتروحي تفتحي بيه الحساب لولادك القصر بيبقى طالع منك في البنك، وهما بيمضوكي على الورق على سبيل التبرع او الهبه. بالظبط كده، تمام. وزارة الصحة بتقول مد فترات العمل في عيادات معهد القلب إلى 8 مساء ولاستيعاب عدد كبير جدا من مرضى القلب، وده خبر حلو جدا. من 8 الصبح ل 8 مساء معهد القلب بيفتح أبوابه. معهد القلب الحقيقة من الصروح الطبية الجميلة جدا في مصر، من الأماكن الطبية المحترمة جدا اللي بيستوعب كل يوم مئات اللي عندهم مشاكل في القلب. معهد القلب مكان محترم جدا جدا جدا، مكان مصري محترم جدا. بيقول إن هو ابتدى ب 75 سرير، النهاردة فيه 444 سرير، وبيستقبل كل يوم حوالي 1500 مريض، وده ضغط كبير جدا. لكن معهد القلب معروف عنه إن هو من الأماكن الطبية الحكومية المحترمة جدا، واللي بيقدموا خدمة جميلة. بنحييهم، بنحيي وزارة الصحة، وبنتمنى لهم مزيد من النجاح. معهد القلب فعلا مكان بيخدم من القلب. هنروح لهيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة، وفي تحذير من هيئة الأرصاد ال 72 ساعة الجايين هيبقى فيهم تقلبات جوية. وسط النهار بيبقى الجو دفى، يعني بنحس بشوية حر، ونبهنا أكتر من مرة ما تنخدعوش في الجو بتاع الصبح بتاع بالليل وسط النهار إن هو حر، فالصبح وبالليل بيبقى برد، فما نخففش اللبس. لكن كمان في توقعات بسقوط أمطار في ال 72 الساعة الجايين من دلوقتي لغاية يوم الجمعة. الجو مش هيكون مستقر، فخلي بالكم واعملوا حسابكم. وحالا درجات الحرارة تكون قدامكم على الشاشة. يعني جو الحر البرد اللي احنا فيه ده، نلبس ايه؟ شتا صيف في نفس ذات الوقت، مش هو زي ما بقولك صدقيني.
رئيس شعبة الدواجن بيقول تراجع سعر الفراخ البيضاء بسبب وفرة المعروض، وبيتكلم على سعر الفراخ البيضاء من المزرعة 77 جنيه و72 جنيه، وبتروح للمستهلك من 75 ل 77 جنيه للكيلو. طبعا احنا كنا وصلنا في بعض الاوقات لما يقرب من 100 جنيه لكيلو الفراخ، كيلو الفراخ كان معدل 90 و 95، لكن برضو 70 وال 75 غالي غالي على الناس. انت النهارده يعني بتتكلم ان متوسط سعر الفرخه 150 جنيه، 150 جنيه دي مبلغ كبير على سعر فرخه. النهارده لو اسره فيها 5-6 افراد بيجيبوا فرختين ب 300 جنيه يعني، وكيلو اللحمه النهارده بقى ب 300 وساعات بيعدي ال 300. لكن هو بيتكلموا في الخبر ان الفراخ البرازيلي يعني هدت من القصة دي شوية، بيقول إن الفراخ البرازيلي ب 65 جنيه، الفراخ البرازيلي ب 65 جنيه. الفرخة ولا الكيلو؟ لا الفرخة. الفرخة دي يعني يعني مثلا كيلو 200 جرام ولا حاجة، اللي هي في الآخر 2 كيلو. بس أنا للأمانة برضو عشان أكون أمين في القصة دي، أنا ما شفتش حد جابها ب 65. يعني هما دايما الناس بتتكلم هاتوا لنا من ال 65 اللي أنتوا بتقولوا عليها في التلفزيون دي، ما هو القصة إيه؟ قصة ان احنا هنا قاعدين على الهواء بنتكلم قدام الكاميرا والدنيا تمام، بس احنا في الاخر بننزل الشارع، فيجي واحد يقول لك ايه تعالى لي بقى قول لي بقى فين الفرخه ب 65 جنيه دي هاتها منا، اقول له صدقني انا ما عنديش انا ما لقيتهاش ب 65 انا مش فاتح جمعيه في البيت، يقول لي لا انت قلت الفرخه ب 65 هات لنا الفرخه ب 65. فانا بقول للساده المسؤولين المحترمين والساده في وزاره التموين، هي فين الفرخه ب 65 دي؟ وهل لو حد عاوز 2 3 بتدوله ولا لا؟ يعني قولوا لنا، مش عايز اتكلم على الراجل امبارح اللي جمع 3 ولا اول امبارح اللي جاب 3.5 طن فراخ، ما اعرفش جابهم ازاي ده، الناس مش لاقيه فرختين على بعض. ف 65 جنيه يا ريت تبقى خفيف، 65 جنيه تبقى حاجه لطيفه وحلوه يعني. طب يا ريت هو اللي يلاقيها ب 65 يبعت لنا يقول لنا برضه هو لاقيها فين. طب ما تقولي تجيب لنا معاه خلاص. لا يقول لنا فين واحنا نجيب، مش احنا صايمين دلوقتي هنجيب دلوقتي نخليها دي ما تستنى. لا لسه بدري. لا مش لسه بدري. لا لا اتفضل. مش عارفين بعد الفطار هتبقى بكام. طيب نروح لخبر او تقرير كده لطيف عمله لنا زمايلنا، بيتكلم عن نوع من انواع الفن الراقي والجميل، هو فن الخزف، لكن تحديدا الخزف الفرعوني. ايه الخزف الفرعوني وايه المواد المستخدمه فيه وايه الاشكال بتاعته؟ تعالوا نتفرج كده ونشوف فن راقي وجميل من خلال التقرير اللي جاي، ونرجع نكمل اخبارنا. عندنا نوعين من الانتاج، انتاج منزلي وانتاج ديكور وفي تراث ودواء. بالنسبه للون الخزف الفرعوني للفيروزي، اللون ده موجود في مصر من الاف السنين، وموجود في المتحف المصري في السيد قشطه وفي الجعران وفي حاجات كتير يعني. فاحنا استخدمناه بالنسبه يعني جاب اللون نفسه بنطوعه لحاجات كتير يعني، حاجات معاصره وحاجات قديمه وحاجات فرعونيه. بالنسبه للادوات المنزليه عندنا طواجن وعندنا المجات بانواعها وعندنا اباجورات برضو، فكل الاشغال دي احنا بنعملها عن طريق التقنيه العلميه يعني. احنا بنحرق عند 1100 درجه مئويه على اساس يبقى المنتج اللي هيتاكل فيه او يشتري فيه يبقى صحي 100%. الازرق ده احنا بنعتز فيه يعني، اي قطعه من هنا لو انت شفتيها في اي دوله في العالم هيقول لك دي مصريه. ليه؟ لان احنا بنمتاز باللون الازرق الفيروزي يعني، في مصر كلها او الاجانب كلها ما يعرفوش مصر، اللون ده مش موجود في العالم كله الا في مصر ان شاء الله. هو فن الخزف ده يعني هو من الفنون الجميله جدا، اللي هو اولا بيخرج الطاقه السلبيه يعني، تمسك الطينه وتقعد تشتغل فيها بيخرج الطاقه السلبيه ويهدي النفس البشريه يعني. أنصح كل واحد عنده اطفال عنده اولاد، الناس الكبار يعني ممكن يتعلموا في ورش خزف يعني، ورش يعني مدارس يعني، ويشتغلوا بالطينه دي بتريح النفس راحه تامه يعني. واللون الفيروزي بالذات بيخرج الطاقه السلبيه عند اي انسان يعني.
ومن أخبارنا كمان رفع العلم المصري على القاطرة الجديدة أمين زيد بترسانة بورسعيد البحرية، وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة أمين زيد، أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة. زي ما احنا شايفين حاجة عظيمة وحاجة كبيرة، وأمين خدت اسم أمين زيد، وأمين زيد هو أحد المهندس أمين زيد هو أحد مهندسي قناة السويس، واللي كان ليه باع كبير في خدمة قناة السويس، وكان ليه خدمات كبيرة جدا في خدمة القناة، عشان كده يعني قناة السويس بتحتفي وتحتفل باسمه على اسم قاطرة جديدة بتدخل الخدمة في قناة السويس. مزيد من النجاح لقناة السويس المصرية، هذا الصرح العالمي الكبير. هم في سباق مع الزمن، يعني كل يوم بنشوف الحقيقة حاجة صحيح. جديدة وخطوة رائعة، وعايزين نبقى نزورهم. ماشي. أنا موافق. خلاص؟ ماشي. ماشي. تمام. أسعار الذهب، إحنا كل يوم كنا بنتخض طبعا من كام يوم، أول امبارح تقريبا كنا بنتكلم على أسعار الذهب وصل 2000 وشوية. كان يعني إحنا وإحنا في الحلقة وإحنا في الهواء كنا بنقول 2080، وحد صاحبي كان بيقول بس أقل من ساعة على ما المحلات تفتح هيكون عدى ال 2100 أو 2100 وشوية، وده حصل، وكان ارتفاع يعني رهيب غير مسبوق. الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة، لكن بدأ في انخفاض أو هبوط تدريجي في أسعار الذهب. أقول لكم دلوقتي هو عيار 21 بقى 1965، 18 1684، عيار 24 2246، والجنيه الذهب 15720 جنيه. الذهب هيجنن الناس لاني عمال يطلع وينزل بارقام متفاوته، واعتقد النهارده يوم برضو فيصلي، لاني اعتقد النهارده الفيدرالي هيصدر قرار جديد، ففي حال رفع أسعار الفايدة يقل الذهب، في حال تثبيت سعر الفايدة هيبتدي الذهب زي ما هو، في حال تخفيض سعر الفايدة يبتدي الذهب يعني الذهب ماشي عكس مع الدولار. وزي ما بيأكدوا لنا كل العاملين في مجال الذهب، الدولار الذهب مش للمضاربة، يعني ما فيش حد بيشتري ذهب النهاردة عشان يكسب فيه بكرة، انسى، كان غيرك اشطر، محدش بيعمل كده، لان محدش يعرف يتوقع الذهب، لان لو في ناس بتعرف تتوقع سعر الذهب بكره والشهر الجاي كان زمانهم بقوا في حته تانية خالص. تقول لنا الحاجات ولا اقول لهم انا؟ قوليهم اتفضلي. طيب تمام، الموضوع مهم جدا، بس اعتقد كمان مش للاطفال بس، يمكن احنا مخصصين الفقره للاطفال، لكن السهر وقله النوم له تأثير سلبي وله مخاطر على صحة الإنسان بشكل عام، لكن تحديدا عند الأطفال. إحنا امتحانات وبعد كده امتحاناتها تخلص، والأطفال بتقعد تطبق بتنام الساعة 3 و4 الصبح، فإيه خطورة السهر وعدم النوم بانتظام على الأطفال؟ ده هيكون موضوع فقرة. كمان الهالات السوداء تحت العين، بدل ما نقعد نخبيها بالمكياج ونحط حاجات أبيض بقى تحت العين ونقول أصل عندي هالات، فتعالوا نشوف إيه سببها وإزاي ممكن نعالجها بعد الفاصل.